انت كويس. ليفربول هيقدر يحافظ على الفرقه للسنه الجايه بالشكل ده؟ هي المشكله مش يحافظ على الفرقه، هي المشكله يحافظ على المستوى، ان مستوى الفرقه مش هو يعني. سيبك طبعا من الناحيه الدفاعيه ان هما فان دايك والناس، الطاقم الدفاع كله متغير تبقى، او السيت باكين على الاقل طبعا ما ينفعش يلعب بكاباك والناس اللي بتلعب دي مع ريال مدريد، ويعني ماتشات كتيره كان فيها اسباب اخطاء دفاعيه. لكن هجوميا ليفربول كان هجوميا من اقوى الفرق اللي في اوروبا كلها مش في انجلترا بس. حاله فيرمينيو وحاله ساديو ماني بعيد جدا عن مستواهم، بعيد جدا جدا جدا، وبيبصوا تحس ان بيبصوا غلط يعني. الوحيد اللي ماسك نفسه هو محمد صلاح، خلي بالك محمد صلاح هو اللي معيشهم في المركز حتى السادس ده او الخامس، هو اللي معيشهم فيه. لان ساديو ماني اخر مره جاب جون امتى؟ فيرمينيو اخر مره جاب جون امتى؟ ما بقوش زي الاول. وبعدين ليفربول ما بيلعبش بلاي ميكر مثلا، بيلعب بثلاث ديفندر، ثلاثه نص ملعب ديفندرات بتكمل، فما فيش البلاي ميكر اللي يلعب الناس مثلا، او لازم يبقوا ثلاثه اللي قدام كويسين. فانت ما عندكش غير صلاح بس، هو اللي دايما شارب، اللي بيجيب اجوان، اللي بيحاول يعمل اجوان، اللي بيجيب يضيع اجوان يعني على طول على الجون. لكن التانيين الاثنين في حاله يرثى لها يعني. فهي دي المشكله، ان انت هل هم اتحفظوا طريقه لعبهم اتحفظت، فبالتالي مش عارفين، ما عندهمش حلول، لان بقت مش بقت على كل الاصعده مع كل الفرق الكبيره والصغير بماتشات كلها معاناه شديده جدا، لولا ان صلاح في ماتشات كتيره بيجيب جون الفرقه مش عارفه تجيب حاجه. ف هي ليفربول عندها فرقه كويسه هيحافظ عليها، مش مهم حافظ، مهم مستواهم يعلى، الفرقه مستواها بينزل، هي دي المشكله. اللعيبه المهمه عنده مستواها بينزل، الكسندر مستواه نزل جدا عن السنه اللي فاتت يعني، هتلاقي نص اللعيبه اللي هي منتخب انجلترا مش عايزين يعني معظم اللعيبه، حتى اليسون بيكر مستواه نازل جدا يعني. طبعا عنده حاسه بابا اكيد بتفرق معاه طبعا، لكن معظم الفرقه حالتها الفنيه مش هي يعني 50% من السنه اللي فاتت. فعشان كده عايز اقول لك حاجه، الفرق دي يا حازم غياب الجمهور عامل 50% من مستواها. انا بحس ان كل طبعًا الفرق طبعًا مستوى نازل طبعا، لا بالذات الانفيلد، الانفيلد جمهور، كل الفرق اللي عندها جمهور او عندها ملعب قوي مع جمهور قوي بتفرق معاها جدا في ملعبها اكيد اكيد يعني. مانشستر يونايتد، ليفربول، ميدو اكتر مني اكيد، رايت توتنهام مثلا في ملعبه كان في الوايت هارت لين، كان ملعب صغير وملعب فعدم وجود الجمهور ما عادش تفرق بقى الماتش فين مين مع مين يعني. طبعًا انت ارضك ايه خلاص. انت متخيل مثلا ان كان مثلا عمر مثلا بيرنلي هيكسبوا مثلا ليفربول في انفيلد بجمهور، او برايتون او مثلا ويست بروم يكسبوا تشيلسي، ويست بروم لا ويست بروم يكسبوا ليفربول كمان في انفيلد، تشيلسي 5 تشيلسي، فرق الجمهور بيعمل فرق كبير.